جيل جديد من الممثلين يتجاور مع خبرات قديرة عرفها المسرح والدراما في عدن. هكذا بدا المشهد في ندوة احتفت بمسلسل أبواب مغلقة الذي سجل للدراما العدنية في الموسم الرمضاني المنقضي حضورا لافتا، كما شكل انتقالة مميزة في نوعية المسلسلات اليمنية. تجربة جميلة وشيقة، وفي نفس الوقت كانت صعبة جدا لأنها كانت تتعلق بنمط جديد من أنماط الدراما لم تتعود عليها الدراما اليمنية من قبل. هذا شيء جديد وكسر النمط التقليدي للدراما اليمنية بشكل عام. المسلسل الذي ناقش العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي، وهو المقتبس من رواية بوليسية للكاتبة الشهيرة أغاثا كريستي، صور في مكان واحد نظرا لطبيعة الرواية بالإضافة إلى الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلد. الرواية أصلا رواية البيت المائل لأغاثا كريستي تدور أحداثها في مكان واحد، أيضا الظرف السياسي والوضع الأمني للبلد لا يساعد. نجوم المسلسل الرمضاني عبروا عن سعادتهم بهذا العمل الذي يشكل علامة مهمة في مسيرتهم. تجربتي في أبواب مغلقة تختلف تماما عن أي تجربة خطي من قبل، لأن طلبت مني مجهود شخصي أقوى. تجربة حلوة يعني، بس مش زي هذا العمل يعني، هذا عمل تجربة قوية. كل واحد كان في عنده. ويبقى لعمر جمال مخرج المسلسل رؤيته الطموحة لمستقبل الدراما الذي يتمنى أن يقدم فيه إضافات جديدة. أتمنى في السنوات القادمة أنه نقدر نقدم تطوير أكبر للدراما، من ناحية أنه يكون في إنتاج أكبر وأضخم، مشاركة أوسع للممثلين، ممكن نحن نطرق باب الدراما التاريخية. ولهذا الطاقم بقيادة المخرج الشاب مسيرة مشتركة بدأت في المسرح ثم انتقلت إلى التلفزيون قبل هذا العمل بثلاثة مسلسلات أنتجت خلال السنوات المنصرمة، أظهرت جماليات المكان في مدينة عدن، كذلك المجتمع العدني بكل ثرائه وإشكالاته الإنسانية الخاصة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.